في عملية اغتيال جديدة وضمن سلسلة الاستهدافات المتزايدة لقيادي الفصائل المنضوية تحت راية الجيش الوطني بريف حلب. عبوة ناسفة تستهدف القيادي في الفيلق الأول التابع للجبهة الشامية مصطفى حسين محمد، وتودي به بعدما انفجرت بسيارته المركونة أمام منزله في حارة العصيانة وسط مدينة عزاز شمال حلب. التفجير تزامن مع اكتشاف الأجهزة الأمنية التابعة للجبهة الشامية عبوة ناسفة ثانية كانت معدة للتفجير بسيارة عسكرية تابعة لها، مشيرة إلى أنها تمكنت من تفكيكها قبل أن تنفجر، في حين توجه أصابع الاتهام إلى ميليشيا قسد وتنظيم داعش بحسب القوى الأمنية في المنطقة. حادثة اغتيال الحسين تعد الثالثة من نوعها خلال 10 أيام، إذ سبق وأن استهدف مجهولون سيارة القيادي في صقور الشام فادي أبو حسين المهجر من مدينة تدمر بعبوة ناسفة في مدينة الباب شرق حلب، فيما قتل قيادي آخر من المهجرين بتفجير مماثل في الباب وهو عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث في الجيش الوطني محمد الصيداوي المنحدر من مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية. فجأة سمعنا صوت ذوي انفجار قوي يهز المدينة، فجينا لهوني ولقينا يعني وحسب شهود عينا المنطقة هون انه انتحاري فجر حاله، وهذا الانفجار ادى لمقتل هذا الرجل نفسه اللي مشتبه فيه انه هو اللي فجر حاله او لا لسه ما تبين، وطفل تاني. مراقبون ربطوا بين حوادث الاغتيال المتزايدة بحق قياديين في الجيش الوطني وقرار عزل قائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد الجاسم أبو عمشة، مرجحين أن تكون العمليات بدوافع انتقامية، فيما يرى آخرون أن هذه الاغتيالات بالفعل تتم عبر خلايا لتنظيم داعش وميليشيا قسد، وهو ما يظهر ضعف الأجهزة الأمنية للجيش الوطني وعجزها عن فرض الأمان في المنطقة بل وحماية قياديهم.